ايه بتقول يا باشا؟ طيب انا حصل جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركات؟ كده صح. مش كده بطة؟ يعني ما بترديش يا بطة. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. Thank you.
عربية الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش والله. طب يلا بينا نشوف في ايه. لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمرت ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خده في وكاله البلح، هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكوا انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي اول غلطه يا كينج. كل نهايه ولها بدايه يا باشا. ما هو غور ملوش سعاده. امين؟ ايوه كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيق الأرض. العروسه للعروسه. بس العروسه طول عمرها للعريس. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركاته؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. السلام يا رجاله،
الدنيا دي لحديكم. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمرت ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصره وكل عبده بدمعك. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصني جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش بذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تب. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما أمن له، وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. نار ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك زو والله العظيم. افندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي بيه بالصلاه على النبي. احنا لسه شبنا حاجه. العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتوهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجة. ولا انا يا صاحبي. الوكالة والاجنس والجراج والمخازن، كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن، كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركوتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ وش معنى يعني انا اللي حططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الغيار. وعشان انا؟ ايوه انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربية والعيش والملح اللي كان سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الغيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكالة مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم. يا اختي ايه ده؟ انا لا طيب انا حوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. ولازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار، عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني.
الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي، لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله ما تقعد يا عم. ايوه كده فوق الميشه. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. اديله. افتكر كفايه كده، شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. يا جدع انت خليها مبسوطه، عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه نتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شوف الحواري. عم برتوشه. اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. ايه دي بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. بس هنجيب 10 طن فراولة منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافية؟ لا مش بالعافية، بحاجة تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزة. قلت لك مش عايزة يا شوقي، واعمل حسابك بقى تباكل الليلة دي عند أمك. أيوة يا ستي. حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. Thank you.
الدين. اهلا يا بركات، اتفضل. احسنكم على الطلب ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات قلقان ليه؟ لا 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 مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشاي بالعسل؟ روحي اعملي حاجه اشربها. شاي حاجه ساعه يا نسور، حب حصى. بصراحه بقى مفيش غير بن. خلاص اعملي قهوه على الريحه. على الريحه ولا تطريقه؟ خليهم اتنين يا خالد. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا اصل في مشكله عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مالك؟ بيحب. دي تبقى مشكله؟ اصله مش عارف يقول اللي بيحبها انه بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودانها سليمه وحلوه وطيبه وجدعه وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا؟ لا، قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا. جرايه خلو، في ايه؟ مفيش. انا بقول بقى نبدل القهوه ونجيب شربات. قلت ايه؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. اصل مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ عايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لا مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد، هو وإخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني أنا وأنت. أنت اللي استوليت على ثروة أبويا، فالحساب يبقى بيني وبينك أنت. أبوك مين؟ أنا فريد الغطريفي. أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز إيه؟ عايز الفلوس. 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، أروح أعبهم لك في الشنطة وأجيبهم لك. ولا أقول لك، اسمع، أنا أكلم عبد الجواد عشان برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في الشنط وتشيل. شوف اسمع، أنا مش عايز طريقة. أنا هكون عملي معاك. ثروة أبويا كاملة أنا مش عايزها. وبدل ما نخش في تحقيق ونيابة، أنا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هتكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينك. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضو اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوة في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطة و اتفضل. مع السلامة. بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. أنا ماشي مديك 24 ساعة تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي. هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. في السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. عقبالك
عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمة اهو يا امي. يمكن كنت مستنية المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص يا امي وافقت لكم على عريس المداح والبتاح كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. هنقرا الاول. البائع البائع ايه ده على الجوال؟ 300 الف جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع. انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه وصاحب البيت شات ونصاب وانت كمان نصاب وانت هو من هنا. يلا يا حبيبي. طب خلاص يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت اهو من هنا. قوم يا حراميه. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامه. يلا مستنيين ايه؟ الاستاذ فريد الغطريفي. انا فريد الغطريفي. حضرتك الاستاذ فريد الغطريفي؟ ايوه انا الاستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين؟ خير؟ معايا امر بالقبض عليه. القبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما شفتش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه يعني وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور مش عارف ايه الحكايه الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ انا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت. بقول لك اعدام ورقاصه تقول لي متهم؟ بتعمل ايه يا فندم؟ خد شاويش على الحبس. يا ابني خدنا على فين؟ حبس ايه؟ اتفضل يا قدام. اوعى ما تقول له حاجه يا بيه احسن يصدق انه اتفضل. اتفضل ما تقول حاجه. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. ادخل دخلك على اخوك. قدام انت فارق فيه؟ محمد عز المحامي هنشتغلي. هل الشرم حبيبي يا عبد الجواد؟ امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان ازاي لقى نفسه هيروح فيها؟ اتبلغ علينا. شعبان ليه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس
عشان نخبر أعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطة اللي هو فيها. زيقة الرقاصة. بقتبقوا عارفين انا قاتل الرقاصة وتغرزوني فيها؟ ما يهمكش، جمد قلبك. هجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجة، المحامي عامل معاهدة وهيعيد محاكمتك تاني. محاكمتي تهمة ايه؟ تهمة قتل الرقاصة؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغاية امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد، انا افتكرته نصاب، يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف، يا روح ما بعدك روح، انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد، انا فريد بلا زفت، انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا يا الحاج. يا سعادة البيت، انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب، ما اعرفش حاجه. اقفل ازاي ده؟ انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريق عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان وجاي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان. ما تقول له عبد جواد. لا حول الله يا رب. اقول له اقول له اللي انا شعبان تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست ندمان، قولوا لي يا امين. اهدى يا فريد مش كده، اهدى. فريد مين؟ تقول لك كده شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يا امين، قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه، قول لهم بقى انا امين. انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب، هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خد اشويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا، حرام عليكم. يا اخوانا انا شعبان. لا شويش، انا عايز اروح دوره الميه. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته الدين ورطه. ايه ورطه معاك؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفل كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلوة أوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي.
اوضتك ازاي؟ انا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ حاجتي يا ست شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الاوضة واقف. يا ستي انا مش لسه مأجر الاوضة لغاية دلوقتي. مأجرها وقافلها وغيرك مش لاقي حتة يستوى فيه. هو انت وزارة الاسكان؟ مصلحة الايواء العاجل؟ انت مالك؟ نكملة لما تململك، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجة إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. بعتهم لانتهى الربابيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي عادي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه. الكراكيب ايه؟ الكراكيب ايه يا ام كراكيب؟ تعال تعال خلاص خلاص يلا يلا يا شعبان. شعبان 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 يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجوده ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو يا ابني. انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. معلش معلش هتتحل هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي. بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه انت بتسالني؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان. اخرس مالكش عندنا اوراق. انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول دي احلى كرافطه شفتها في حياتي. انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم. انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامة. يلا يا حبيبي الطار مفيش فايدة. يا فندم ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش يلا مع الف سلامة. مفيش ورقة يعني؟ لا مفيش. الجرافاتة دي زي النيلة وانت لا ترافولتا ولا حاجة. انت برضه بيخوفوا جيل عيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش. ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد. ليه؟ ايه؟ خالته نفيسه. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي نفيسه ماتت. نفيسه ماتت. عاشت 92 سنه ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم يا هو اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت تحير. اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينه. اخسر عليك ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت. انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس. زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان دول لهم طرقهم. انا رايك اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت مع السلامه وانا هتصرف. طيب يلا زينب يعني يلا على الزريبه. يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طيب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب. مع السلامه. معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي. مش عايزكم تتضايقوا ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه. واكلين واكلين الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع. والمكان اي حته تناموا فيها مطرح رجليكم تناموا على طول.
لا شقة أربع أوض ولا صالون ولا سفرة ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل أبو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، أنت اللي جبت لراحتك. يا أختي يا أختي خد ابنك وخشي جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. عشان يا زينب. واحدة صاحبتي أما في المستشفى راح أودي لها الأكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وأنت خارجة بالليل كده يقول عليك إيه؟ خطيبي؟ آه. قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي أبوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليك. يا أختي حياتيني الدور أخرى. خد ابنك وخشي جوه. يا أختي قطيعة الخلف واللي بيخلفوه. شعبان. مين زينب؟ ايه؟ خضيتك. لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابه دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء؟ يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني. لو حد شافك معايا في الزريبة في بلدنا دي تبقى كارثة. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه؟ أنا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان. أروح في 60 داهية. طيب. طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر. هقول لك على مكان الفلوس. تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيه يا شعبان؟ لا هتنفعنا في الحوسة اللي إحنا فيها دي يا زينة. وأنت هتفضل هربان على طول. أنت لازم تشوف لك حل. طب إيه الحل؟ مش عرفني بس. وأنا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايزه اسيبك. انا كمان انا كمان يا زينب. ما نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محجزينها فيه. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي ازعل الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجالة، فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. انا هقول لكم، هقول لك كل حاجة. استنى بس. ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت. يا راجل هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم. الكلام ده كله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه. طيب عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه. قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله بقى تضحك علينا المدة دي كلها يا قتال القتلة وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهورات اللي اشتغلت معاك اربع سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهسك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجرنان ايه؟ الجرنان هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف
فاخرة. ألف ليرو ألف ليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، أنا دلوقتي في أمان. نصاب اللي انتحل شخصيتي وأخد ثروتي أخد معاه الحكم بالإعدام. افرض واحد شافك وعرفك. طمن، لغاية ما أسافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناه على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجرنان بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع اجرة ابدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. امي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد وديني في داهية علشان امي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. ايه؟ وانا مش عارفني كنت رمضان ولا شعبان، وانا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة القاضي الله نسيك، احنا ورانا عيال مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هاتلى سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي. ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري، يا مغاوري، يا مغاوري، يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رقصة ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل برص؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثه ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شويه وهم لهفوا شويه، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس. قالت لي انا ما هتاك. اصل جالي واحد، ما انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك، وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار. وانا حمار، انا حمار يا اخوانا، انا حمار. سرقوا الصندوق يا محمد، وانا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوثه، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقليه للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك. يوسف، يوسف نور الدين.
في حاجة يا فندم. استنى شوية. مفيش فايدة. يعني إيه مفيش فايدة؟ بقالنا 3 أيام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. مرتبة. إحنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاحه لازم يكون شايل فلوس في المرتبة. فلوس! هاتي الشنطة وعبي. انت عايزه هناك؟ الاسم انا عبد الجواد به الغطريفي. لو سمحت فاطمه انا الاسم اللي انت عايزه يقوله هناك. طب ناخده معانا؟ اتفضل. شعبان شعبان مبروك يا حبيبي، خلاص المشكله اتحلت. مسكوا فريد الغطرفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور، ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان 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 مين يا شبه؟ انا فريد، فريد الغطرفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما؟ ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكله اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمه النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمه النصب وتخش السجن 2 3 سنين ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب. خلي بالك من نفسك. أمان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فاتح حمامة بالظبط. وأنا زي عمال حمص. مع السلامة. مع السلامة يا زينب. بتسد الباب بحماس، طب ما كفايه عليه الاكره. ابدا لازم بالترباس، اصل يا روحي نويت من بكره امنع كل كلام الناس. حقهم من الناس من بلويها، اما دي حق عليها لسان. عايزه جنازه وتشبع فيها، لا تنوره يا للعرسان. قل خلوني بقيت مسكين، ليل نهاري في حاله نفسيه، معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنيه. فهم غلط كان الظروف، حط النقط فوق الحروف وقل طمن ظهر شبابي. كنت الاول سلبي، من دلوقتي ايجابي، عارفه السبع بتاع الغابة. لو اقول لك اكون كذابة، تقدري من دلوقتي تقولي ان
ما بيني وبينه قرابة والعشرين زيه يهزوني يطلعوا يجروا لو يشوفوني اللي كان واللي حصل الجو يرق والنور وصل بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من كل حبايب زينا حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد بريء التمام من الاتهام وبقت عليه مطمنة من في الحبايب زينا من في الحبايب زينا احنا هنا ليلتكو ليلة مضينا اعدالي دي اعدالي شوف الحلاوة هتفضل اعدالي شوف يا ابني انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول اسكعه اتفضل يا دكتور منى ورده حلوه حماتك بتنجان اسود معلم عاشور اوف ابو ودنين اغس الله يكسفك في ايه مالك يا معلم سامع يا سيدي صاحبك بيقول عليه اوف ابو ودنين انا اوف ابو ودنين الله يضحك يا تحسين انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك ها معلش يا معلم اصله بيتعالج يتعالج ايه دي اللي تحيا يا معلم هو دلوقتي في نوبة صراحة وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم يعني هو حكيم الباطن تمام اخيرا اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي لا مؤاخذة يعني ايه عنده عجز جنسي عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم مفلس تحسين مش راجل يا معلم يا نهار اسود ومنيل بستين نيله يعني بنت اتجوزت حرمه على اي حال ده مجرد احتمال طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه شوف اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء وبعد الليله دي انا هقدر احدد طب نزل ايدك من عليا كلام ايه ده يا دكتور شفت حاجه عليا حد قال لك اني عيب عيب يا ابني عيب الكلام اللي بتقوله ده انا اقصد انك تشوف له واحده تشقط له واحده يقضي معاها الليله اشقط انا على اخر الزمن كلم اسحيل لما كده خلاص خلاص حاضر ده صديقك ولو عليك حقوق ايوه ده كتير يا دكتور ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم إن ما كانش عشان خاطره هو يبقى عشان خاطر أنا وبنت يا أستاذ أمري لله بس ما حدش يقول لحناظر شوف أنت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله تخمه يعني أخمه أيوه يعني خاله بس اسكت واخد لي بالك وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العيادة وانا حراقب كل حاجة من الجهاز ده خبر زي بعضه يا جدعان يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم استر ان شاء الله ما يشوفوش بس اسكت وقال لكم ايه الدكتور خير سليمه ان شاء الله سليمه تعال 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 بس تعال معانا يلا توكل على الله يلا بينا يلا وفي الحمد لله اللي جزء على كده يا معلم ربنا سترها هو الدكتور قال لكم ايه والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ ايوه يا معلم الصبر طيب ما هو عمال يسال وانت مبلم اتكلم اتكلم يا استاذ ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم
اه الحكايه بقى فيها تبيع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف اي شيء؟ يلا يا سيد الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. ما تفهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح. مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. اتفضل. اربع دول اربع دول عبال ما وضب لك السرير والاوضه احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه علي. انا اصلي افتكرت ان عندي مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. عاوز هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي خمس دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل انساني كبير. انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. مش انا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي انت عايزاه. يا صيفي انت، ها قلتي ايه؟ في ايه يا فندم؟ عاوز حاجه؟ انا مش عاوز، ده هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس. خمس دقايق وهنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 25. هوب بان معاه عروس 25. هو الدكتور قال معاه عروس. قلت ايه؟ الله انت رايح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط. انا مش عايزة عشاني، ده عشان هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ اه يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا. ها احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حدلك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا منى. اتفضلي سعاده البيه. المساله كلها مش هتاخد اكتر من عشر دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تقليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى انا هتصرف بقى. يو اللي جتني تاني. الادب. الادب نسوة تحت الشيش. يا راجل يا كلب يا
جاي اهو. ايه يا حالت اهو. ايه الله يلعنه. خير طمني. جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ خساره العالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه. بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق على بال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. لا انا مالي باللي بتقوله ده كله. طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي. انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع ما اقول. ايوه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك تغف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو. وطي صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيبتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليا عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. انا خايف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه مش عايزه. حياه النبي عين وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جايه عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا. اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود المليجي؟ مليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها دي اللولة. هي دي امال دي اللولة. ايوه انا بتاعت التجربة يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه مالك؟ مالي ايه يا مكرم؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس؟ انت تروح توديها له مالكش دعوه. هي تصرف ولا تعالى يا وليه. ابوس ايدي. لا انت بتحبني يا وليه. انا لو عاوز حاجه واحد ده هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني. اوعى تخاومني ابدا يا وليه. ابوس ايدك. ايه ده؟ ربنا معايا ربنا معايا ربنا ما جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش ولا هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم لا ما هو انا بقى هفهمك. انا هفهمك لك اهو يا عينيا ولا زيك اهو في الرجال. والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكالة من غيرك ليا. يا اختي يا شربات اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا. اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم تتوب ثوابات وتموت موتات وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضار. وتروح وحدك كده بالاحضار. احضني يا معلم يا مبيش يا بولي.
الهربان. خليك هنا خليك بلاش تفارق طوعني لاخد فيك سنة سنة وأويد السارق. ابعدي عني اعملي معروف روحي سيبيني انا عندي ظروف. ياختي عليك ياختي ويروحي عليك يروحي لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام. انا عندي كلام انا عندي كلام بدي اقولك عندي كلام بدي اقولك. عايزه تقولي ايه؟ اخلصي طيبك لما عليا يفوت ما بنامش الليل وانت بتروح عيش واموت اموت وانا موت موزيل. عيب تاني على وش جواز اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه بلاد وانا بترجح وبحيله وادي العشت الخبات لا وحتى بقيت مش طايله وانا اجيب لك على بغداد واعمل لك اللي بنايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحش عيوني دول مش عايزين يشوفوكي ياللي مش عاجبني بتوبة وبعادك عني رتوبة. طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زقة لا 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 ادي زوبة زقة لا 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 ما تفكرش فيها وادي زوبة زقة لا 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 هي اولى بيها ومن تستاهل الزقة. لا 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 يا معلم يا حنين يا معلم يا اخويا يا نار زي بعضه رحنا في داهية. اهدني يا معلم يا شيخ اتنيلي ده انا دمي هيب. بقولك ايه تعالي هنا معلم فين يا معلم تعالي. لا انا فين خشي الاوضه. لا لا تعالى معايا هو هنا هو معايا ايش ده مستربعين على ايه بس؟ حاضر. مين؟ شوف اهلا يا جماعه اهلا بيك ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي ها؟ قلت لمنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. وجيت اشوف تحسين. هي قال الدكتور دكتور ايه ده انا اللي عايز دكتور يا دكتور عيان؟ يا لهوي يا معلم ده انت حرارتك مرتفعه اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ميزان حرارتي مالوش لزوم مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي بس والله ده انت غالي عليا. الله يخليك انا عارف ان غالي عليك لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه مش عايز. الله انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ اوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ الله انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله ودي تطلع مين دي؟ انا نجوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش بقى يا راجل تسرب بونا وشغال وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودة دي وربنا يذوب انا بريء. اخرج ما تمشي اسمي على لساني معلش طب اهدي بس شويه فاهمنيش فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى مين الست اللي بتسيب مني وتحكد عليا سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف.